مشاهدي ومتابعي في الميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. يعني احنا شايفين ملك جمال الشرقيه، يعني هو الراجل جه من السعوديه بس جاي شكله عامل كده ليه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو بيعمل كده ليه يا جماعه؟ ايه يا عم؟ ايه يا ريس؟ ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ملك جمال الشرقيه بيستعد للاولمبياد. بيقول لي ملك جمال الشرقيه بيستعد للاولمبياد 2028. اه ان شاء الله. ده احنا لسه الاولمبياد خلصانه هناك اهي. ما هو انا بستعد من دلوقتي اساسا. اه ان شاء الله. اه زي ما حضرتك عارف كنت في السعوديه. ايوه تمام، وربنا كرمنا والحمد لله فتحت صاله جيم. يعني انت صاله جيم؟ الله اكبر عليا. يعني انت ما لميت فلوس السعوديه وجيت فتحت بقى صاله جيم؟ احنا ناس مجتهده يا استاذ. امال ايه؟ ده معاك في اي حاجه؟ شاكر راكب. اه قول لي بقى عملت ايه بعد ما جيت من السعوديه بقى؟ كلمني بقى عن المرحله اللي جايه. آه. وكلمني عن سعادتك للاولمبيات، وكلمني من اول ما جيت من السعوديه. ما تبصليش كده، بقى ما تخوفش الساده المشاهدين. فضل. ما تبصش كده. آه. يعني كلمنا بقى اما جيت من السعوديه والمرحله دي عامله ازاي، تمام؟ وعملت ايه في السعوديه اصلا؟ انا طبعا ما كنت في تحدي في الغنى. ما خدوني في موسم الرياض حضرتك يا فندم. آه. غنيت هناك، غنيت والحمد لله نجحت. وبعد كده اكتسبت فلوس وفتحت اتصال جيم عندنا في الشرقيه. آه. يعني انا اي حد عايز يلعب حديد يجي عندنا في الشرقيه من الجنح. آه. ان شاء الله بجوار مكتب الصحه. آه. صاله باور جيم، سميناها باور جيم يا اولاد. آه. باور هاوس سميناها باور هاوس. مش عارف كمان صاله الجيم بتاعتك اسمها ايه؟ معلش الاسامي عندي بتتلخبط. باور هاوس. باور هاوس. عند مكتب الصحه في مدينه. أيوة. الجامعه. بتستعد ازاي بقى؟ ان شاء الله بستعد للاولمبياد 2028 من دلوقتي. من دلوقتي؟ من دلوقتي. اه اللي هي لسه الاولمبياد خلصانه من الشهر اللي فات. تمام. اه بتستعد لها من دلوقتي؟ بستعد لها ليه بقى؟ ال94 دول ايه؟ مرحله للتاهيل. اه عشان انا كده كده بطل. اه لو عايز حد بتشوف اي شويه بروكسات ما عنديش اي مانع. انت بطل؟ بطل ان شاء الله. طب ورينا يعني بطل ازاي بركبك دي يعني؟ شكلها ليه المشكله يعني؟ بص في حاجه اسمها استباحه في اللحسه والركب مشخلله. انا ما بفهمش منك كلمه جمله مفروضه على بعضها. والراجل ده يعني الراجل ده جاي معاك في اي حاجه؟ اه يعني الراجل ده خد يا عم خد. احنا ناس بنحب نشتغل. آه. مش نقعد كده وخلاص. لا يا استاذ. آه. لا ما عنديش. والبطه خط كمان ده، اللهم صل على النبي. طبعا ده الفرقه خط كمان اهي. يعني ما بتتمرن معاه؟ طبعا. انت جاي معاه في اي حاجه؟ حضرتك الراجل بيروقنا على طول اول باول. اه وكل ما بكون معاه هو بيديني اللي انا نفسي فيه. اه ليه ما كنتش معاه؟ يعني انت جاي في اي حاجه فيها فلوس؟ مش انا فاتح لي الصاله دي شير. انا مش عارف انت بودي جارد ولا مدرب. فيها جامده جدا للبوكس. هو ان شاء الله بخلفيته. بتمريناتي. ايوه هتكتسح الكرات. هتكتسحوا الكرات ان شاء الله رب العالمين. طب ورونا حتى من التمرين كده. خلينا هنا كده علشان خاطر الشبكة. ايوه التمرين الاولى الباي مع التراي. الباي مع التراي عشان الناس ما تعرفش يعني ايه باي وايه تراي. الباي اللي هو دي والتراي. احنا عايزين نيجي حضرتك عشان تجيب المساحه كامله، ولا احنا نيجي عند حضرتك؟ احنا اتفرج على لا زي ما انت ورينا فرجنا يا عم. يلا معايا هي لا هو هو هي لا هو هو هي لا هو هو. ايوه بنلعب غلط. ايه الصح؟ صح. هي لا هو هو فديت بتشمل الباي مع التراي. دي التمرين الاولى. انت ده انت شايل 2 كيلو. ده ليه 2 كيلو دي ولا ايه؟ دي اسمها تسخين. تسخين؟ لازم نسخن حضرتك. لازم تلاقي العضلتين عشان ما يجيلكش فزق او مزق. بالظبط. عشان عندنا في الفحل ما ينفعش. هو في كلام دخل في بعض احنا مش عارفينه. في تمرين اسمها تمرين الكتف. الكتف من هنا اللي هو اي حد عايز يربي الاكتاف. يمسك الدمبل. يلا معايا. واحد اثنين هيلا هوبا هو. واحد اثنين ثلاثة هوبا هو. دي بتمرن الكتف. دي كلها حاجات اسمها اساسيات في الجيم. اساسيات في الجيم. فالحمد لله ربنا من علينا فتحنا صاله جيم زي ما حضرتك بقى شايف بجوار مكتب الصحه من الجامعة. انا بس عايزك تكلمني عن التمرين. يعني عايزك تكلمني عن التمرين شويه كده. احكي لنا التمرين. يعني بتتمرن بتستعد ازاي؟ ورينا وري الناس. بالنسبه للعبه البوكس يا اولاد، بالنسبه للعبه البوكس باخد ايه حديد معايا وفي نفس الوقت حضرتك لازم يهتم بالاكل اول شيء. لان الاكل هو اساس التمرين. الاكل اساس كل حاجه. انا مش شايف، انا شايف ان انت مسموم يعني ما بتاكلش. لا على فكره بس الفتره دي عامل دايت. عامل دايت؟ عامل دايت. عشان بقى بلاش بالجسم بقى وكده.
وبعدين هي مش بالجسم هي بالعصب. بالعصب؟ لا لا لا، بالدان والشعر. بالدان والشعر؟ وانت ما شاء الله شعرك طويل ودانك طويل. فاول حاجه نعمل القبضه بتاعتنا. ايوه يلا معايا، ونحاول ان احنا يبقى الخصم بعيد عننا ورجلينا كده. بركبك دي؟ بركبك مش شخلانه. يعني شخلانه شويه مش مشكله. فنبدا واحد هنا هما، نرجع تاني اتنين هنا هما، بتبقى هنا هما. اهم شيء ان انت تحمي دماغك، اهم شيء انت تحمي الجمجمه دي عشان مفيش حد يخبطك بوكس. فان شاء الله رساله من ملك جمال الشرقية انا داخل ان شاء الله اتحاد الاولمبياد 2028 وهبقى على افريقيه كلها. انا بس عندي سؤال، والسؤال ملح عليا. اتفضل. انت لابس البيبيونه ليه؟ دي هي كماليات ترتيبه كماليات. دي اسمها الترتيبه الجيميه. طب هو في حد بيروح يتمرن بالجيم ولابس ساعه؟ معلش ما هي معايا. انت تعبتني معايا حضرتك. احنا ظبطين الساعه عشان احنا 45 دقيقه بالظبط. 45 دقيقه وثانيه ما ينفعش. 45 دقيقه بالظبط. انت ايه اللي لف على ايدك ده؟ لا ده بس صباعي كان متعود. ده صباعك كان متعود. يلا انا قطعت عليكم التمرين. كملوا تمرين زي ما انتم شايفين يا جماعه. يعني ملك جمال الشرقية طقت في دماغه يفتح جيم. ملك جمال الشرقية طقت في دماغه يخش الاولمبياد 2028. يعني كل ما هو غريب انا بشوفه مع الراجل ده من يوم ما عرفته بصراحه. يعني بشوف منه حاجات غريبه. التمرينات دي كلها تمرينات، حاجات كلها لازم داخل جوه في بعضها. انا بس عايز اعرف ايه الهدف من التمرينات دي. انا شايفكم واخدين الموضوع على عاتقكم شويه عشان البطوله. عشان البطوله. طب ما تيجي تعالى ورينا التمرينه دي كده. هي يا عم ده فاضيه، ده ما فيهاش غير 2 كيلو. يعني انا مش عارف اقول لكم يا جماعه والله في اللي انتوا بتشوفوه ده، في العذاب اللي انتوا بتشوفوه. انت عايش لي دور احمد ارهقتك. انت عايش لي دور احمد السقا في النمر الاسود. وعاش وتقدم. وانا بص انا مش يعني مش يعني انا مش عارف اقول لك ايه. في حضرتك في حضرتك ايه؟ انت جاي انت معاه. جاي في اي سبوبه معاه. المره اللي فاتت كنت بودي جارد معاه. حضرتك الدنيا لعبت. انا كنت معاه على السراء والضراء. مش كان ناصب عليك فلوس؟ لا ما اداها لي. اداها لك فلوس؟ ما هو البلا لعبت. استنى بس اما نشوف اللي ماسك 2 كيلو بيتعذب بيها ده. ده انت بتشله كمان؟ صعبه. يعني زي ما انتم شفتوا يا جماعه كده ملك جمال الشرقية. يعني سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. يعني سبحان العاطي الوهاب. تمام. بص بقى، طب بما انك بقيت راجل رياضي. استنى يا عم، طيب ما تبقاش هي 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 كده. يعني بما انك بقيت راجل رياضي، تمام، توجه نصيحه للشباب تقول لهم ايه في الرياضه؟ لا لا لا، الشباب نصيحه من ملك جمال الشرقية لاي شاب عايز يلعب جيم يجي عندنا ان شاء الله وكل حاجه تمام. قول لهم يمارسوا الرياضه ازاي بقى. قول لهم يمارسوا الرياضه. اول حاجه اللي بطلوا تدخين، وبعد كده تلعبوا رياضه في الجيم وتبقى واد جماوي. النوم بدري من اهم حاجه. النوم بدري عشان تبني عضلات زي ملك جمال الشرقية. مش كان الاكل لا والله والله اكبر. يعني العضلات ناطره منه. يعني ده تربيتي. ده تربيتي. تربيتك ولسه تشوف بقى اللي جاي. هي الله وكيل التربيه واضحه. انا مبسوط ان انا عرفت اطلع منتج زي ده. انتاج دي الحاجة. انا عايز اعرف بس انت معذب الولاد دي معاك ليه؟
انت لو قلت لي سبب مقنع ان انت تعذب الولايه دي معاك الولايه دي الولايه دي لو كان يعني لو لو فلوسها حرام ما كانتش هيبقى يعني ما كانتش وقعت فيه. الباب الخطاب ديت معايا في فيجيني وفي السعوديه في كل حته. طب في السعوديه ماشي مسافره وهتاكل معاك كبسه وفي الفخفخه لكن في الجيم والضرب والكلام دوت دي جلت معانا في البدايه ما ينفعش نغدر بيها. راحت معاك كشري ابو طارق. راحت معاك كشري ابو طارق. راحت معاك كشري ابو طارق. اكلتها كشري من ابو طارق. ورحت ورحت جريدة الستور برضه عند فين. هي معايا معايا في كل حته كله كان معايا. طبعا يا جماعه يعني احنا شفنا اخر لقاء ليه كان على جريده الدستور تمام. ملك جمال الشرقيه خلاص اعلن استعداداته لاولمبياد 2028 بعد ما جه من السعوديه وخلص موسم الرياض. طبعا نصيحه مننا لكل شاب لازم ندي نصيحه في اخر الفيديو ان انتم ما تعملوش زي ملك جمال الشرقيه ولكن مارسوا الرياضه. مالكوش دعوه باللي هو بيعمله ده. اللي هو بيعمله ده لا ما يعرفش شيء عن الرياضه ولكن مارسوا الرياضه بالعقل السليم في الجسم السليم. ده كان اللايف بتاعنا النهارده. دمتم في رعايه الله.